ينظم ملتقى التواصل لمحامي الشعب بأكادير بشراكة مع هيئة المحامي لزام حكيم الاستئناف أكادير قلمي من العيون ومحكمة الاستئناف بأكادير والمعهد العالي للقضاء وجمعية المحامي المغرب كقراءة في مشروع قانون مصر المدنية. هذه الندوة الوطنية التي قيل عنها الشيء الكثير خاصة بعد إعادة التغيير الحكومي وكذلك السيد وزير العدل أن هذا المشروع الذي كلف وزارة العدل مجهودا كبيرا طيلة فترة الحكومة السابقة، لكن بعد التعديل الآن نتساءل هل نحن أمام مشروع السابق أم هناك مشروع آخر إلى غير ذلك، وكل ذلك ما سيناقش فيه هذه الندوة العلمية الوطنية التي سيشارك فيها مدير التشريع في شخص أوديجا بسلام وكذلك يونس الزهري مدير المعهد العالي للقضاء وكذلك الدكتور عمر أزوغار إضافة إلى عبد الكريم طابح ومجموعة من الشخصيات الوازنة في المتخصصة في قانون المسطرة المدنية. بمبادرة محمودة من طرف ملتقى التواصل للمحامين الشباب بأكادير ستنعقد إن شاء الله يوم الجمعة المقبل 13 يونيو 2018 ندوة هامة تتعلق بقراءة في موضوع قانون المسطرة المدنية، مشروع قانون المسطرة المدنية المقبل. الموضوع يكتسي أهمية بالغة ليس فقط لأنه يتناول قانونا شكليا أو قانون إجرائي مع ما لهذا القانون بدوره من آثار على سير القضاء، إلى جانب هذه الأهمية فإن هذا القانون أيضا من جهة أخرى يطرح تلك العلاقة الجدلية بينه وبين مشروع القانون المنظم للمهنة من جهة أخرى نظرا لما بينهما من تأثير متبادل. إلى جانب هذه الأهمية سواء من حيث الموضوع أو من حيث علاقته بأوضاعنا وبقانوننا المهني، أيضا الأهمية تبدو من خلال الأطراف المشاركة وهي كلها أطراف مهنية وقضائية وازنة في المقدمة منها إلى جانب هيئتنا من الناحية المهنية جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي نأبى إلا أن تشاركنا في جميع أنشطتنا الثقافية والمهنية وغيرها. إلى جانبها هناك المعهد العالي للقضاء، هناك محكمة الاستئناف بأكادير، وكلها أطراف وازنة ما سيجعل الندوة في غاية من الأهمية، وأرجو الله تعالى أن تخرج بتوصيات تكون إلهاما لما نحن مقبلين عليه سواء فيما يتعلق بجانب الجانب المهني بخصوص مشروع قانون المهنة أو بالجانب القضائي فيما يتعلق بمشروع قانون المسطرة المدنية. وفي الأخير أريد أن أنوه بالمجهودات التي يبذلها ملتقى التواصل للمحامين الشباب بأكادير من قبيل هذه المبادرة المحمودة والتي لن تلقى منا كغيرها من جميع الجمعيات المنضوية في هيئة المحامين بأكادير إلا الدعم والمساندة عن كل مبادرة بناء من قبل هذه المبادرة الجيدة والتي نرجو لها التوفيق.